بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. تحل بركاته على جميعنا من الان والى دار دور كل امين. كل سنه وانتم طيبين زي ما سمعنا من السنكسار، وانتم عارفين طبعا ومتابعين ان النهارده 2 توت، يعني تاني يوم في السنه القبطيه الجديده. كل سنه طيبين. 1737 أنا مش هشرح في النواحي التاريخية، أكيد قريته كتير وبتسمعه كتير وعارفين أكتر من اللي أعرفه، لكن هنبه لحاجة صغيرة كده وبعدين ربنا يدينا تأمل واستفادة روحية من اللي أحداث اللي احنا بنمر بيها. في بعض الناس بيفكروا كلمة نيروز جاية من الكلمة الفارسية، اللغة الفارسية الإيرانية يعني، لأن نيروز بالفارسي تعني الجديد، باللغة الفارسية تعني الجديد، فهم قالوا يبقى دي جاية منها إن دي سنة جديدة يعني، لكن الحقيقة هي لها مصدر آخر ولها معنى آخر في مفهوم كنيستنا القبطية واضعة التقويم القبطي. يعني حدش هيعرف عن التقويم بتاعنا احنا اللي احنا عاملينه أكتر مننا، مش كده؟ فالكنيسة القبطية بتقول لا، ده كان أساسا هو عيد فرعوني قديم وكان اسمه نياراو، يعني الأنهار، عيد الأنهار اللي كانت بتحتفل فيه مصر بفيضان النيل. احنا عارفين ان نهر النيل عندنا هو شريان الحياة اللي احنا بنعيش عليه، ومحتاج منكم كأباط انكم تصلوا كتير الأيام دي عشان كثر المشاكل والدوشة اللي ايه بتمر حوالين موضوع نهر النيل، انتوا عارفينها، لكن احنا اتعودنا على ممر التاريخ والأزمنة ان مشاكلنا ما بتتحلش الا بالايه، الا بالصلاة والصوم. احنا لا عايزين حروب ولا عايزين دمار ولا عايزين موت ودماء، لكن عايزين قوة إلهية تشتغل وتعمل معانا زي ما عملت طول آلاف السنين اللي فاتت. ف ني يارو يعني الأنهار أو عيد اكتمال النهر، وبعدين في ازمو يعني بارك، مش كده؟ أنا حتى لما بنيجي نصلي أبونا يقول إشليل إفلوجيسون، يعني بارك يا أبي، يرد أبونا اللي بيشارك في الخدمة يقول له إزمو أنت، يعني أنت اللي تبارك. أدب روحي ومحبة إلهية بيتعلمها لنا الكنيسة في قلوبنا كلنا. فكلمة إزمو يعني بارك، فيبقى لما يبقى إزموني يا رؤو يعني بارك الأنهار. وشفنا معجزات برضو في التاريخ إزاي كانت في مشاكل في المية ونقص وضعف وعطش والبلاد جالها جفاف، لكن بالصلاة كانت بترتفع الأنهار ويمتلئ نهر النيل والبلاد تعدي من المحنة اللي هي فيها. ولسه من قريب بيقولوا إن قداسة البابا تودروس لما راح صلى في كنيسة العذراء المعادي ومية صرف الملاك ده لقاها في النهر، جات الفيضانات تجري وهدت قرى في طريقها وامتلأت كل المجاري النيل من غير ما يبقى في مشاكل ولا حاجة. يعني ربنا عنده طرق كتير مختلفة. فعيد النيروز هو عيد بركة الأنهار، بركة النيل. وطبعا المية أهم شيء في حياتنا، ممكن في كتير من أنواع الأكل نقدر نستغنى عنها لكن ما نقدرش نستغنى عن المية. والحقيقة أن عيد النيروز الذي يوافق عيد الشهداء، أو زي ما الكنيسة استعملته ليكون هو عيد للشهداء، وهم أغلى ما عندنا في كنيستنا هم شهدائنا، تلاقوا بترتيب إلهي طبعا ما هيش بصدف بتيجي، إن في العيد ده أحسن وأحلى وأغلى وأغنى أنواع الفاكهة
موجودة في عيد النيروس، المانجا والجوافة والبلح والذرة في جزانها والقطن اللي مالي الغيطان وكل حاجة، كل حاجة اللي موجودة في الأيام دي، والعنب والبطيخ والشمام، كل الأحلى أنواع الفاكهة موجودة في أيام إيه؟ عيد النيروز. ده دليل على البركة اللي ربنا بيدهنا بفضل صلوات أبائنا الشهداء والقديسين. هم رووا الأرض بدمائهم وإحنا حصدنا حاجات حلوة، حصدنا خيرات جسدية وحصدنا خيرات روحية، حصدنا إيمان اللي من بره الإيمان لما بيفتحوا عينيهم كده شوية يبدأوا يعرفوه بيحسدون عليه، يقولون إيه النعم والبركات اللي انتوا فيها دي وإحنا ما إحناش حاسين بيها. وبعضهم يعني اللي بيبدأ شوية ينفتح أكتر ويدخل للإيمان ويقبل المسيح جوه قلبه بيلومنا، يقولوا انتوا كنتوش بتقولولنا ليه؟ ليه سايبيننا عايشين في الظلمة وفي الضلال والهلاك اللي احنا فيه؟ فياريتكم الفرصة دي، فرصة عيد النيروز، عيد الشهداء ده، كل واحد يقعد مع نفسه كده ويراجع نفسه، أنا فين وأجدادي دول؟ مش هم أجدادكم دول اللي خدوهم سحلوهم في الشوارع وموتوهم وقتلوهم؟ وطلع الكلام على فكرة ما هوش قصص وتاريخ وأساطير زي ما البعض كان بيقول لنا، دي طلعت حقائق لأن احنا شفنا بعينينا والحمد لله، شفنا شهداء جداد كيف يسحلون في الشوارع وإزاي يتعرضوا للعذاب والألم وإزاي يتحطوا قدام الولاة والحكام ولا يتوانوا أو يتراجعوا عن إعلان إيمانهم بالمسيح. طيب لما يطلع أولاد الشهداء دول اللي وقفوا قدام حكام وقدام ولاة بهذه القوة، بهذه القوة العظيمة، نطلع إحنا أولادهم نقف قدام مغريات العالم، نروح إحنا لنطلب الحكام مش هم اللي يطلبونا عشان يجوا يفصلوا بيننا وبين إخواتنا مشاكل وخناقات على فلوس، على أمور مادية، على علاقات جسدية، على مطامع دنيوية؟ مش ده بيحصل كده؟ إزاي تحط ده جنب ده؟ مش حاجة تكسف؟ مش فضيحة؟ واحد يقول لهم خدوا رقبتي اذبحوها ولن أنكر إيماني، متمسك بإيماني زي ما أنا، واحد يقول لهم روحوا اذبحوا أخويا وموتوه علشان أخد حقي، نجمع الاثنين في كفة واحدة إزاي وفي صف واحد؟ واحد يضحي بحياته ولا يتوانى لحظة في إن يفكر ولا لأ، والتاني واقف مستعد يبيع أخوه في أرخص سوق يقابله عشان يعيش هو، يقول لك أنا ومن بعد الطوفان، هو أنا هموت نفسي علشانه؟ عايزين تدفنوني بالحياة علشان هو يتمتع ويعيش؟ أنا حياتي فين وحريتي فين؟ مفارقات عجيبة مش كده؟ اقعد ادور على مين من أبائك وأجدادك كانوا في سجل الشهداء وافتح صفحتهم واقرأ تاريخهم واتكسف من اللي انت بتعمله يا حبيبي. ده انت مش هين عليك تقول لأخوك حقك علي؟ طب سامحني، أنا غلطت في حقك، أنا اللي خليتك تغلط، أنا يمكن برعانة مني خليتك تتهور وتشتم وتقول كلام مش حلو وتكسب نفس أخوك وتخلص. افرض إن هو اللي خاطئ، افرض هو شرير، تقول له يا رب موته واحرقه واعمل فيه اللي تعمله بس أنا أخد حقي وأخد لذتي وأخد حياتي، ولا تصلي بدموع اللي تقول له يا رب ما تسيبوش يهلك وضيع؟ فين الفرق ما بين محبة أجدادنا وإخواتنا وأولادنا اللي شفناهم وعشرناهم وهم بيقدموا حياتهم على مذبح الحب الإلهي رخيصة جدا، إيه يعني؟ وفين إحنا اللي عمالين نجري ونملي الدنيا صياح
علشان نرضي احتياجاتنا ولذاتنا وشهواتنا. رجعوا وشوفوا ازاي اقف قدام واحد زي ابنوه بالطفل ده. عارفين حكايته؟ اكيد كلكم عارفين كل حاجه احسن مني. اقف قدامه اقول له ايه ابنوه في الاخر؟ احنا هنقف جنب بعض كلنا في النهايه، يوم الدينونه، يوم ما هتنكشف كل الاسفار هنقف قصاد بعض. طيب انا بشيخوختي وانا بمكانتي في الكنيسه وبخدمتي اللي عمال اعمله واتظاهر بكل المظاهر الروحيه العاليه دي، اقف قدام ابنوه ده اقول له ايه؟ اقول له اصل ما كنتش قادر، اصل ما كنتش عارف. الحجه اللي كل واحد فينا بينطقها يقول لك هو انا المسيح؟ هو انا نبي؟ هو انا قسيس زيك؟ هو انا انسان عادي؟ طب وابنوه ده كان انسان ايه؟ مصنوع من طينه غير طينتنا يعني؟ القديسين دول كانوا ايه؟ مش كانوا زينا؟ وكان ليهم اخطائهم وضعفاتهم زينا على فكره. تلاقيه مره ممكن يكون حلف، مره ممكن يكون كذب، مره ما عملش واجبه مظبوط، ممكن دي ضعفات بشريه ربنا عالم بيها وعارفها. لكن في النهايه حب الله في قلبه يفوق كل شيء، يرفعه فوق اي مستوى في العالم، يخليه يقف يقول لا مش هخسر اخويا علشان انا اعيش، انا اموت وهم يعيشوا، انا اموت والكنيسه تفضل باقيه وموجوده، انا هتنازل عن كل اللي ليا. يا راجل ده انت ساعات الواحد ما بيحبش يتنازل عن حقه في الميراث ولو قميص ولو جوز جزمه، سوري في التعبير، يقول لك حقي اسيبه ليه؟ وهم تنازلوا عن قد ايه؟ خلوا عيد الشهداء ده عيد نراجع في حسابنا كويس ونشوف احنا ماشيين فين ورايحين فين وبنعمل ايه. النهارده الكنيسه بتحتفل بعيد استشهاد يوحنا المعمدان. عارفين يوحنا المعمدان مات ليه؟ مات ليه؟ لانه قال كلمه الحق لا يحل لك. يا ويل النهارده ابونا اللي يقف كده بجراه فيها محبه وخوف على اولاده ويقول لهم لا يحل. تطلع الصحف والجرايد والواتساب والفيسبوك والكلام والتجريح والشتيمه والهيصه والزيطه، ولا ما بيحصلش؟ بتهيألي ايه اللي احنا فيه ده؟ فين العالم ده؟ ايه اللي بيحصل؟ من اجل كلمه حق قتل يوحنا المعمدان، وحتى اليوم الشيطان بيشتغل في كثيرين من اجل كلمه حق. الناس تغضب وتصور ويقول لك مش داخل الكنيسه ثاني، مش جاي لكم الكنيسه، افرحوا بالكنيسه اعملوا اللي انتوا عايزينه. يا نهار ابيض، هي دي؟ هو ده كلمه الحق تعمل كده؟ ولا ارجع لنفسي وأؤنب نفسي وأوبخ نفسي قبل ما يجي يوم الحساب العسير، يوم ما تنفتح الأصفار ونقف كده مكشوفين وعريانين من كل حاجة قدام ربنا. حبيبي لو فينا شوية إحساس، لو عندنا شوية مشاعر، لو شوية ضمير إنساني، ما فيش واحد يخرج من الكنيسة هنا إلا هو بيبكي دم بدل الدموع على الزعل اللي عامله مع أخوه، ومش هروح البيت إلا لما أكون صالحته، إلا لما أعتذر له. النهاردة دنيا وبكرة إيه؟ آخرة وحساب. أصفي حساباتي بسرعة قبل ما يجي اليوم اللي ما أعرفش ألاقي فيه عذر وأبقى مديون بالكثير وأتفضح الفضيحة الكبيرة. الحقوا، ربنا يبارك في حياتكم، يحفظكم في يمينه، يثبتكم في إيمان قوي كالصخرة، مثل حبة الإيه البلحة اللي بتاكلوها دي، الحبة صلبة، إيمان صلب لا ينكسر. تقول كله يهون عشان أفضل محتفظ بإيماني، مش عايز كرامة، مش عايز حقوق، مش عايز مكانة ووضع، مش عايز أي حاجة من الدنيا دي غير أن أحتفظ بوصية المسيح
حبوا بعضكم بعض كما أحببتكم أنا. هحب أخويا حتى الموت، ولو خسرت كل اللي ورايا وقدامي، ولو خسرت حياتي. ده أنت مش عايز تخسر شهوة، ده أنت مش عايز تخسر لذة، ده أنت مش عايز تخسر أكلة. تكسب ربنا إزاي في الآخر؟ ربنا يرحمنا ويتمجد في حياتكم وبكم، له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.